أخواتي وإخواني جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ أنا اليوم بدي أفرجيكم على أكلة اسمها توست هافاي. التوست هافاي عندي هون إله توست على الهافاي أناناس، عندي أناناس معلب، بدي إله مرتزلة الدجاج، هني بحطوا له مرتزلة الخنزير، وبدي إله جبنة. هيدا انا الطوس ما بحطه بالمكنة، رح احطه بالمقلة. فيكن انتو تحطوه بالمكنة، حطوا له شوية زيت بصير اطيب شوي، وحمصوا انا بالزيت. هن بس يعملوهم بألمانيا بيعملوا بحطوه بالمكنة بحمصوه، بحطوا له الزبدة، بحطوا له مرتزلة الخنزير لان ناس فوقه، بحطوا له الجبنة فوق، وبعدين بفوتوه على الفرن. انا لسه حميت الفرن هون. هيدي قصة التوست هافاي. في واحد بسنة 1955 طباخ كان يعمل برنامج طبخاته بالتلفزيون، يعملها ويفرجيها على الناس، فعمل هيدا التوست. اجته هيدي الفكرة انه يعمل هيدا التوست هافاي وعمله هو، وصار هيدا كتير التوست شهير. يعني كل واحد ألماني قد ما يكون عمره بيعرف هيدا التوست شو مكونات هيدا التوست. قد ما يكون عمره 50 60 70 10 سنين بيعرف، هدول بيحبوا الألمان كتير 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 كتير. وانا رح فرجيكم عليه كيف انتو فيكن تعملوا لهيدا التوست، وعن جد هو اكل كتير كتير طيبة. بس انا حمصته للتوست من هيدا الميلة، انا ما بدي حمصه كتير كتير، بس انا حط انا عليه هون مرتدلة الدجاج، حط عليه قطعة اثنين، ما بدي كتر هدول الدجاج بالنسبة للكوليسترول، انه هدول كمان فيهم دهن. بصوا هون النار تحته. بس انا رح احط هون قطعتين من الاناناس معلب، فيكن تاخذوا اناناس طازة اذا عندكن، حط عليه الجبنة. يعني كتير 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 سهل، وفوتوا على الفرن. انا الفرن حميته، سخنته يعني الفرن، شو فوت هيدا المقلة على الفرن. المقلة اسا انا صار عندي هون بالفرن جوا. انا عندي هيدا النبات هون، هيدا النبات موجود عندي، اسمه هون بالألماني مانجولد. انا ما بعرف اسمه باللغه العربيه، فت على الجوجل، سالت الجوجل قال لي هيدا اسمه باللغه العربيه السلك السويسري. اذا مزبوط هالحكيات مش عارف، اذا واحد منكم يا حبيبتي بيعرف هيدا شو اسمه باللغه العربيه المزبوطه، بتمنى منه انه يعطيني اسمه لهيدا. بكل صراحه انا ما بعرف اسمه هيدا، بعرف اسمه بس باللغه الالمانيه المانجولد. الجوجل قال لي السلك السويسري. بعدين انا رح احط الطوس هون عليه لهيدا، انه هيدا بشوفه السلك، هيدا منظره كتير جميل، هيدا سبحان الخالق سبحان الله. هيدا نبات كتير 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 مفيد كمان. شوف الطوس شو صار فيه، نشوفه حتى ما يحترق من اللي ننتبه له. لا بعده مش خالص، رح بعده مش خالص. هالطوس شو صار، شوف عم يصير، شوف المنظر الجميل هيدا عم يصير لونه، يعني كل الكيزة عم يصير لونه حلو. نخليه بعد شوي. هيدا الطوس صار خالص، شوفوا المنظر، بحطه انا على الصحن. هيدا هو الطوس، شوفوا ما اجمله، حطوه هون. انا في عندي له هون مربى من التوت والفريز إلى 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 آخره، هي عدة أنواع. بحط عليه ملقة هون صغيرة هون، يعني بيعطيه نكهة كتير طيبة، وملقة حطها هون عليه. هيدا شيء جميل كتير، وهيدي هي أكلة التوست هافاي. أنا كل المعلومات جبتها من الجوجل، إنه هاللي عملوا لهيدا اخترعه. شوفوا المنظر الجميل هيدا، فيكم كمان تزينوه، تعطوه الزينة هيك، يصير منظره هيك المنظر الجميل، يصير هيك. بعد نحط له مناخير، بده مناخير بعد، بصير أجمل. نحط له هيدي هون،
منخار انتو بتعملوا هاللي بدكم اياه، بنعمل مع منخار او بدون منخار، بعتقد انا بدون منخار احسن. هيدي هي طبختنا لكم توصها باي، بارك الله بكم، اعملوا مثلها، الله معكم ومع السلامة.